بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أهلا وسهلا بكم طلابنا الكرام في اللقاء السابع الذي نستضيف من خلاله كلية الرياضة والنشاط البدني. باسمكم نرحب بسعادة الدكتور علي بن محمد إجبالي وكيل الكلية للشؤون الأكاديمية. فأهلا وسهلا بك يا سعادة الدكتور، تفضل. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أشكر الأخوة الزملاء في السنة التحضيرية على الدعوة الكريمة، وأشكر جميع الطلاب الذين حضروا للاستماع لما سنقدمه اليوم عن كلية علوم الرياضة والنشاط البدني إحدى كليات الجامعة الملك سعود. وأكيد يعني كل جميع الطلاب اللي حضروا اليوم عندهم شغف ورغبة أكيدة أنهم ينضموا إلى كلية علوم الرياضة والنشاط البدني، فنحن نقول لهم مرحبا بكم في كليتكم، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم ويسر لكم أموركم للانضمام إلى هذه الكلية. كما نعلم جامعة الملك سعود تضم مجموعة من الكليات، من ضمنها كلية علوم الرياضة والنشاط البدني، وهي أحدى الكليات الجديدة القديمة المنضمة لجامعة الملك سعود. وأنا أقول هنا الجديدة القديمة لأنها هي امتداد أصلاً لكلية التربية البدنية والرياضة التي كانت إحدى كليات وزارة التربية والتعليم التابعة لكليات المعلمين، وانتقلت لجامعة الملك سعود بقرار سامي عندما دمج الكلية مع قسم التربية البدنية في كلية التربية، وأصبحت كلية بمسمى كلية علوم الرياضة والنشاط البدني. فإذا هي الكلية قديمة ولكن مسماها هو المسمى الجديد. طبعا الكلية زي كل أي كلية من كليات الجامعة لها رؤية ولها رسالة، فرؤية الكلية هي تحقيق التميز والريادة في علوم الرياضة والنشاط البدني على المستوى الوطني والعالمي. أما رسالة هذه الكلية فهي إعداد متخصصين في مجال علوم الرياضة والنشاط البدني، والمساهمة أكاديميا وبحثيا في بناء المجتمع وتحسين نوعية الحياة والشراكة المجتمعية في ضوء تعاليم الدين الإسلامي. أيضا للكلية قيم، القيم التي تعمل عليها الكلية هي العمل باحترافية ونزاهة، وتشجيع العمل التعاوني والإبداعي، ودعم ومكافأة الابتكار، وتشجيع الإيثار والعدالة، ودعم الشمول والتنوع، وتقديم الخدمات للمجتمع، وتشجيع التعليم اللي هو المحور الأساسي لهذه العملية. من ضمن أهداف الكلية توفير بيئة تعليمية ترعى وتطور التفكير الإبداعي في مجال علوم الرياضة والنشاط البدني. كذلك تسعى الكلية إلى تهيئة فرص الانخراط في أنشطة بدنية تعليمية تنافسية أيضا ترويحية ومهنية، وأيضا إتاحة الفرصة للبحث والتميز في المجالات الرياضية، وأيضا تطوير الممارسات المهنية وتعزيزها في المجتمع، وكذلك أيضا تبني التقنيات الحديثة في البحث العلمي والتدريب في مجال علوم الرياضة والنشاط البدني. الكلية تحوي مجموعة من الأقسام، وخاصة يعني الكلية بعد انتقالها إلى جامعة الملك سعود و بالمسمى الجديد أصبحت بدل يعني ما تركز على مهنة التدريس فقط، أصبحت تركز على أربع أقسام رئيسية، وهي مجال التدريس اللي هو قسم التربية البدنية، ومجال الإدارة الرياضية والترويحية اللي هو المجال الإداري في الرياضة، وأيضا في قسم فسيولوجيا الجهد البدني والذي يركز على اللياقة البدنية أو تدريب اللياقة البدنية بالشكل الصحيح، وقسم الميكانيكا الحيوية والسلوك الحركي والذي يندرج تحته مسار التدريب الرياضي. لكل أيضا يعني قسم أو برنامج أو قسم من الأقسام الكلية مسار، أو يندرج تحت كل قسم من هذه الأقسام مسار. فتحت قسم التربية البدنية يندرج مسار تدريس التربية البدنية، وتحت قسم الإدارة الترويحية ينقسم الإدارة الترويحية أيضا، وتحت المسمى أو قسم فسيولوجيا الجهد البدني ينضم مسار اللي هو اللياقة البدنية، وتحت أيضا قسم الميكانيكا الحيوية والسلوك الحركي ينضم مسار اللي هو التدريب الرياضي. لكل برنامج أيضا للكلية أهداف عامة، وكل برنامج من هذه البرامج له أهداف خاصة. فمن ضمن أهداف الكلية اللي هو تأهيل كوادر متخصصة
قادر على العمل التنافسي، وإعداد خريجين متخصصين في علوم الرياضة يخدمون سوق العمل، وتنمية قدرات الطلاب ومهاراتهم في مجال البحث العلمي والتطبيقي، وتحقيق الترابط بين علوم الرياضة وبين العلوم الأخرى، وتوفير الفرص للدارسين في الجوانب الأكاديمية والمهنية المختلفة. بالنسبة لمسار التدريس التربية البدنية، يضاف إليه من ضمن هذه الأهداف اللي هو إكساب الطالب المهارات التدريسية والإدارية، وأيضا تأهيل الطلاب لاستخدام التقنيات ووسائل التقويم الحديثة. بالنسبة لمسار الإدارة الرياضية، تزويد الطالب بالمعارف والمهارات الإدارية الملائمة، وتزويد الطالب أيضا بالمهارات الأساسية في مجال الإدارة الرياضية والترويحية. بالنسبة لمسار اللياقة البدنية، من ضمن أهدافه إكساب الطالب المهارات اللازمة لإجراء الاختبارات الميدانية والمعملية لقياس مستوى النشاط البدني واللياقة البدنية بشكل عام، وتأهيل الطلاب لتصميم ووصف البرامج التدريبية المختلفة المرتبطة بالصحة واللياقة البدنية، وكذلك إعداد الطلاب لتنفيذ وتقييم برامج النشاط البدني المرتبط بالصحة. وأما ما يخص مسار التدريب الرياضي، فمن ضمن أهدافه اللي هو تأهيل الطالب لاستخدام تقنيات التدريب الحديثة وتحسين الأداء الرياضي، وإعداد الطالب في فهم أهمية الربط بين علوم الرياضة ومجال برامج التدريب المختلفة. بالنسبة لمجالات العمل المختلفة لخريجي كلية علوم الرياضة والنشاط البدني، فمجالات العمل تندرج تحت التعليم العام، سواء التدريس في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية، أو ما يخص مدارس التربية الخاصة ومراكز التأهيل والعناية بذوي الاحتياجات الخاصة، قطاع الرئاسة العامة رعاية الشباب بمختلف قطاعاته اللي هو الأندية والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية، وشركات الأجهزة والأدوات الرياضية مثل التسوق الرياضي والترويح، أيضا مراكز اللياقة البدنية ومراكز الطب الرياضي والشؤون الرياضية والتدريب واللياقة البدنية في القطاعات العسكرية والمراكز والأندية الرياضية الترويحية. هذا اللي يهمكم أنتم اللي هو شروط القبول بشكل كبير جدا. طبعا الكلية يتطلب للقبول فيها أنه الطالب ينهي السنة التحضيرية بمعدل لا يقل عن 3/5 واجتياز الكشف الطبي، لأن هناك كشف طبي تجري الكلية، واجتياز المقابلة الشخصية واختبارات القدرات والمهارات الرياضية. هذه أهم الشروط المفترض أنها تنطبق على الطالب للاختراط باللي هو مجال علوم الرياضة والنشاط البدني. وقبل هذا وذاك أنه الطالب تكون رغبته الأساسية والأولية اللي هي الالتحاق بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني، لأنه مسألة الرغبة هي أيضا تحدد مسار الطالب. كثير من الطلاب يقول لك أنا جيت اختبرت واجتزت الاختبار لكن ما قدر لي أن انضميت للكلية، فهنا تلعب الرغبة يعني دور كبير جدا، لأنه في البداية أنت عندك مجموعة من الرغبات، فهم يبدو تسلسل الرغبات حسب ما تم تدوينه في اللي هو قائمة الرغبات. طبعا خطة الدراسة في الكلية، الكلية برنامجها 129 ساعة مقسمة على النحو التالي، منها 31 ساعة السنة التحضيرية ومتطلبات الجامعة 10 ساعات، متطلبات برامج علوم الرياضة والنشاط البدني 33 ساعة، المواد الاختيارية للكلية 15 ساعة. بالنسبة للمسارات، مسار تدريس التربية البدنية وجميع أيضا المسارات لابد أن يقضي الطالب 38 ساعة إجبارية في كل مسار. هذا وصلى الله على سيدنا محمد. أترك المجال لكم لأنه أكيد في استفسارات كثيرة وأسئلة، لعل المجال إن شاء الله والوقت يسمح لنا أن نجيب على كل الاستفسارات. شكرا لكم وشكرا على حسن الاستماع. شكرا لك دكتور الفاضل على هذا العرض الموجز الجميل. هذا السؤال يقول، طبعا هذا أجبتم عليه خصوصا، يقول معدلي أو أنا كنت جايب في الصحة واللياقة بي زايد، فهل تقبلون هذه تشترطون معدل الصحة واللياقة هنا أم معدل تراكم؟ معليش. المعدل التراكمي هي الأساس عندنا، بغض النظر عن المقررات والمفردات اللي يأخذها الطالب في السنة التحضيرية، احنا نشترط انه كان الطالب اجتاز السنة التحضيرية بمعدل لا يقل عن 3 فقط. هل الدراسة بالكلية تميل إلى الحفظ أكثر أو إلى الفهم؟
والله تجمع بين الاثنين، لان عندنا مقررات علميه وعندنا مقررات ايضا نظريه، وبالتالي لابد الطالب انه يمتلك كل القدرات عشان يكون يعني ان شاء الله باذن الله مساره كويس داخل او اثناء دراسته بالكليه. عندنا مقررات زي التشريح، وعندنا مقررات زي وظائف اعضاء، عندنا مقررات زي الميكانيكا الحيويه، هذه لابد ان يكون الطالب، وعندنا التدريب الرياضي ايضا، لابد ان يكون الطالب عنده اساسيات علميه جيده عشان يجتاز هذه المقررات، لان فيها معادلات رياضيه وفيها قوانين حسابيه فيزيائيه وكيميائيه، فالمفترض ان الطالب ايضا يكون عنده خبرات مختلفه في الجانب العلمي والنظري. السؤال يقول: هل يوجد بها مواد علميه كالرياضيات والفيزياء وغيرها؟ لا، هي كمقررات بهذا المسمى اللي ذكرها الأخ الآن، لا ما في مقررات مسمى فيزياء وكيمياء وكذا، لكن في مقررات موجودة في الكلية يتطلب على الطالب أن يكون عنده ملم ببعض يعني المعلومات في الفيزياء والكيمياء وما إلى ذلك. والسؤال: كم مدة الدراسة في الكلية غير السنة التحضيرية؟ 3 سنوات بدون السنة التحضيرية. 3 سنوات بدون السنة التحضيرية. طيب، هذا يقول: معدل 2، هل تقبلوني في الكلية؟ للأسف. طيب، هل هناك أسئلة؟ نريد أسئلة مباشرة. تفضل. والله من خبرة سابقة على أنه اللي يتقدموا لنا العدد اللي يتقدم معدلاتهم 3 ما فوق تجتاز 400 طالب سنويا، وإحنا ما نقبل غير 150 طالب، فيعني كيف من الصعب جدا أنك تقبل طلاب أقل من 3. هذا السؤال يقول: هل تقبلون اللي فيه إصابة في الرباط الصليبي؟ والله إذا كانت الإصابة هذه حديثة وطبعا لم يتم التأهيل يعني الطالب بشكل كامل ويستطيع أن يجتاز اختبار القدرات، لا ننظر لطلبه في البداية، وإنما ممكن يستمر في دراسته في أي كلية وفي أي تخصص في جامعة الملك سعود حتى يعني يتم تأهيل الإصابة تأهيل كامل ويستطيع أن يمارس النشاط البدني بدون أي ضرر على الطالب، بعد ذلك ممكن يحول للطالب الكلية. هل قسم تدريس التربية البدنية يقبل في الكلية العسكرية؟ والله الأولوية هي لبرامج اللي هو اللياقة البدنية والتدريب الرياضي للقبول في الكليات العسكرية أو البرامج العسكرية بشكل عام، لكن تدريس التربية البدنية هو خصص للتدريس، وبالتالي لو في مفاضلة أو في كذا يفضل دائما أنه خريج اللياقة البدنية والتدريب في الكليات العسكرية على التدريس. السؤال يقول: مما تتكون المقابلة الشخصية واختبار القبول؟ طبعا المقابلة الشخصية هي طبعا للتعرف على قدرات الطالب، انفعالاته، مدى تهيؤ وتقبل التخصص، أمور كثيرة شخصية وذاتية في الطالب، سلامة النظر، السمع، النطق، أمور كثيرة تتعلق بالمقابلة الشخصية. أما باختبار القدرات فهو اختبار بدني يعتمد على التحمل، على السرعة، على القوة وهكذا والمرونة وما إلى ذلك. يقول السؤال: هل يوجد هناك معادلة بعض المواد الدراسية لخريجي الأعوام السابقة؟ هذا السؤال تقريبا من طلاب المكملين اللي هو عندهم دبلوم سنتين إذا ما خانني طيب التعبير، فطبعا من حتى يشرح. إيه، أنا أتمنى أنه بس الطالب اللي سأل السؤال هذا بس عشان أناقشه في موضوع مهم يعني. طيب، عموما إذا كان ما هو موجود يبدو لي والله أعلم حسب فهمي للسؤال على أنه اللي سأل السؤال هذا هم الطلاب المكملين، يعني عندهم دبلوم لمدة سنتين في الكلية السابقة اللي هي أيام ما كانت كلية متوسطة، وبالتالي الآن أتيح المجال لهم لإكمال دراستهم،
وبالتالي لما انضموا للجامعة الآن عشان يكملوا دراستهم اشترطت الجامعة عليهم أنه لابد أن يجتاز السنة التحضيرية. فأنت عندما تدخل الآن على الكلية حتدخل على برنامج جديد، البرنامج السابق كله انتهى، وبالتالي حتبدأ الدراسة من السنة التحضيرية وتكمل برنامج الكلية 3 سنوات على الخطة الجديدة، ولن يتم معادلة أي مقرر. سؤال يقول: هل القسم العملي في الكلية أكثر أم النظري؟ والله الجانب النظري هو أكثر، يعني حسب الخطة الجديدة الجانب العملي هو الأكثر، لكن عدد الساعات المعتمدة للنظري هي أعلى، لكن عدد الساعات الفعلية للعملي ساعة تكون دائما بساعتين. يعني لما يجي مثلا انت تكون عندك مقرر مثلا كرة القدم، المقرر معتمد ساعتين، لكن لما نيجي فعلا ننفذه حننفذه ب4 ساعات، يعني في جدولك حيتنفذ ب4 ساعات. قول السؤال: هل هناك اكمال الدراسات العليا مثل الماجستير والدكتوراه، وما هو المعدل المطلوب لاكمال الدراسات العليا؟ طبعا الكلية الآن فيها برامج دراسات عليا في قسم التربية البدنية في ماجستير، وأيضا قسم الفسيولوجي في اللي هو اللياقة البدنية فيها أيضا ماجستير. احنا على وشك أيضا اعتماد اللي هو برنامج ماجستير اللي هو السلوك الحركي، حتكون بهذا يعني إن شاء الله في نهاية الفصل الدراسي عندنا 3 برامج دراسات عليا. وأما بالنسبة لشروط القبول فهو ينطبق على شروط القبول ما ينطبق على يعني طلاب الجامعة، أنه لازم يكون المعدل لا يقل عن جيد جدا للطالب. قل السؤال: هل قسم التدريب الرياضي الذي يؤهل للتدريب في الأندية والمنتخبات يحتاج لدراسة الماجستير والدكتوراه؟ والله هو يعني لا يحتاج، ولكن كل ما زادت الدرجة العلمية كل ما كان تفضيل أفضل طبعا، ودرايتك العلمية والنظرية في التخصص حتكون أفضل، وحتكون الجوانب أيضا الإعداد عندك حتكون بشكل أوسع. هل هناك حد أعلى أو أدنى للوزن؟ نعم، هذا سؤال مهم جدا. طبعا احنا لازم يكون عندنا اللي هو البادي ماس إندكس اللي هو نسبة الوزن للطول، لابد أن تكون أقل من 25%، أقل من 25% وليس بالكيلوغرام، 25% من وزنك اللي هو البادي ماس إندكس اللي هو قسمة الوزن على الطول على الوزن، أو آسف الوزن على الطول. هذا السؤال مشكلة الخط ما سبي أقرأه على حسب فهمي، يعني هل الذي يلعب في الجامعة وهو لاعب في الرئاسة هل يلزمه الاختبار البدني للقبول؟ نعم، اختبارات القبول في الكلية لابد منها، حتى لو كان اللاعب على مستوى المنتخب لابد أن يخضع لاختبارات القبول في الكلية. هذا السؤال تقريبا قريب من السؤال الأول، يقول: هل أولوية قبول الطلاب أن يكون مشارك في منتخب الجامعة؟ يفضل، بس طبعا هذا لا يعفي عن المعدل، مثلا يجيب لي معدل اقل من 2 او 2 وكسر ويجي ويقول لي انا لاعب منتخب، على عيني وراسي لاعب منتخب، بس ايضا الكليه لها شروط واشتراطات لابد ان تطبق على الطلاب. هل المقررات باللغه الانجليزيه ام العربيه؟ لا، هناك مصطلحات ممكن ياخذها الطالب بس باللغه الانجليزيه، لكنه بشكل عام الدراسه باللغه العربيه. هذا يسأل يقول: متى موعد المقابلة الشخصية، قبل الاختبارات أم بعدها؟ ودي أقول يعني نظرا لكثافة الطلاب اللي يقدموا للكلية كل عام دراسي، فالسنة هذه حيكون التقديم للكلية بداية من الأسبوع القادم وحتى نهاية شهر 6، يعني لابد أن تزور الكلية مع صورة شخصية مقاس 4×6 حديثا، تذهب إلى الكلية يستقبلوك في الكلية، تسلم لهم الصورة الشخصية، تأخذ كشف طبي مختوم على الصورة بأنك فعلا صورة لهذا الطالب، تتجه إلى أحد المستشفيات الحكومية، ولا نقبل أي كشف طبي من مستشفيات أهلية أو خاصة، لابد أن يكون مستشفى حكومي، تعمل كشف طبي وبعد كده ترجع الكشف للكلية، تعبي استمارة فيها رغبات الطالب
بعد كده هيحدد لك في ورقه موعد الاختبار، تحضر في نفس اليوم الاختبار ان شاء الله لاجراء بعض المختبرات. الاختبارات هيبدا باختبارات المقابله ثم بعد ذلك اختبارات اللياقه البدنيه. هل يستطيع الخريج تحديد المرحله التي يريد يدرس فيها؟ المرحله؟ اي المرحله، يقصد مرحله ما بعد البكالوريوس يريد ان يدرس، هل يستطيع؟ هذه لا تخضع للكليه، هذه تخضع للخدمه المدنيه والاحتياج. مثلا والله الاحتياج في المرحلة الابتدائية أكثر، أكيد حيودوك المرحلة الابتدائية، احتياج في الثانوية أكثر، حيودوك المرحلة الثانوية، لكن أنت تطلع من الكلية طالب مؤهل لجميع المراحل الدراسية لتدريس مادة التربية المدنية. هل النظر له مشكلة في الكشف الطبي؟ نعم، لأنه عندنا طبعا جانب عملي وحتمارس جانب عملي، إذا كان النظر عندك ضعيف أو عندك مشكلة في الألوان وكذا تعمل لك مشاكل كثيرة مع زملائك، مع في المحاضرة، لأنها فيها جري وفيها التحامات، فيها الكورة رايحة جاية، ألوان، صالة، أرضية، وهذه الأمور كلها تؤثر على الطالب. هل إذا زاد عدد المتقدمين للكلية هل تقل فرصة القبول؟ والله وهي بالمفاضلة طبعاً. إذا كان تقدم لي مثلاً 400 طالب وأنا 150 في النهاية هخضع للمفاضلة. بحيث انه الطالب اللي يحصل على درجات اعلى لو الاول. سؤال يقول: هل في قسم التدريب الرياضي دورات دوليه لمنح رخصه التدريب بالتنظيم مع الاتحاد السعودي؟ نعم، وهذه سنويا او كل فصل دراسي، يعني في مخاطبات ومكاتبات مع الرئاسه العامه لرعايه الشباب واللجنه الاولمبيه والاتحادات الرياضيه بالدورات لترشيح طلاب من الكليه للاختراق بهذه الدورات. والسؤال: إذا كنت حامل مادة ومعدلي 3 هل يمكنني القبول في الكلية؟ لابد من اجتياز السنة التحضيرية. لابد من اجتياز السنة التحضيرية حتى لو مقرر واحد. لابد أن تجتاز السنة التحضيرية. طيب، تفضل. عندي سؤال يا شباب، السلام عليكم. ما هي طريقة التحويل لكم لكلية علمية؟ طبعاً اللي خريج كلية علمية تستقبل الكلية، بس الجامعة تشترط عليه إنه في مقررات ما أخذهم في لا، بس بعد السنة التحضيرية أروح كلية علمية الترم الأول أحول لكم الترم الثاني، وش الشروط؟ طبعاً انت اذا حولت من الادب من العلمي من المسار العلمي للمسار الانساني يتطلب عليك دراسه مقررين اكملهم ثم تلتحق بعد ذلك تحول للكليه. اي هذا يقول: وقت القبول ناتي بصوره شخصيه فقط؟ ما هو وقت القبول؟ وقت التقديم. ترى القبول يختلف عن التقديم. فاختيار المصطلحات مهمه، لما تيجي تقدم على الكليه زي ما قلت لك انا قبل قليل انه تحضر معاك صوره شخصيه مقاس 4×6. الصوره الشخصيه هذه احنا نحتاجها لماذا؟ نحتاجها للكشف الطبي، عشان تاخذ كشف طبي لابد ان تكون الصوره الشخصيه للطالب مرفقه بالكشف الطبي مختومه بختم الكليه على انه فعلا متقدم هذه صوره الطالب، لانه ممكن والله انا اعطيك الاستماره تروح تسوي كشف مثلا تحط صورتي انا الشخصيه مثلا عشان انا عندي مشكله مثلا احط صورتي الشخصيه انا واروح للمستشفى واكشف فلان وبعدين تيجي تشيل الصوره وتحط صورتك وتقدمها للكليه. وهذا مشكله لانه يعني لذلك لابد ان تكون الصوره مختومه وفعلا لنفس الطالب، اذا جيتني مره ثانيه ما الخاتم ما هو موجود على الصوره ما راح اقبل منك الاستماره. وبالتالي ترى الكشف الطبي يعني ليس روتيني. الكشف الطبي اللي تعمله الكليه ليس روتيني، لانه الكشف الطبي يعني يعتمد على تحليلات دم كثيره، من ضمنها السكر، من ضمنها فيروسات الكبد، والفيروسات الاخرى اللي ممكن تصيب الانسان، لانها يعني الانسان هنا عندنا في الكليه معرض لانه لجهد بدني عالي جدا، وبالتالي اي واحد عنده واحد من هذه الامراض ممكن يفقد حياته، ولذلك لا نخاطر باي طالب ممكن يجي فيه اي مرض او اي مشكله او اصابه مزمنه او ما الى ذلك. متى موعد اجراء الكشف الطبي؟ او قلنا من وقت التقديم الى نهايه شهر 6 مفتوح. يعني حنستقبل الطلاب من يوم الاحد القادم.
حتى يعني لا نسبب زحام داخل الكلية، ولا أيضا الطالب يفقد فرصته في عملية أن يروح يسوي كشف طبي. في بعض الأحيان بعض المستشفيات الكشوفات الطبية تحتاج إلى أسبوع عشان تحليلات دم الفيروسات وما ذلك، فبالتالي المجال مفتوح من الأسبوع القادم حتى نهاية شهر 6. بعد نهاية شهر 6 لن تستقبل أي استمارة مهما كان. من خلال الخبرة يا سعادة الدكتور، هل هناك نقص من خريجي الكلية؟ لسان حالي يقول هل هناك احتياج في سوق العمل؟ والله دائما سوق العمل يخاطبنا بالاحتياج، ويعني بعض الطلاب يعني اللي يلتحقوا بكلية علوم الرياضة والنشاط البدني يجي باله مصب فقط على مهنة التدريس، رغم أن التخصصات الأخرى معتمدة في ديوان الخدمة المدنية وتمنح المرتبة السادسة، وفرصة الخريج في هذه التخصصات قد تكون أكبر من التدريس، وقد يكون للطالب فرص ويعني ودورات تدريبية أكثر من التدريب من مهنة التدريس، لأنه التدريس أصبحت زي ما يقولوا مهنة جامدة، بمجرد أنك معلم روح المدرسة يوميا وارجع، ما في يعني تطوير للذات أو كذا. لكن بالنسبة للتخصصات الأخرى بالعكس، المجال مفتوح والدورات مفتوحة والترقية مفتوحة، يعني ممكن يعني تبدأ من المرتبة السادسة وبعد فترة من الزمن زميلك على المرتبة الخامسة في التدريس وأنت واصل الحادي عشرة والثاني عشرة وهكذا، ودورات تدريبية مستمرة. هذا بالإضافة إلى أنه إذا توظفت مثلا في مجال التدريب في سفر في دورات في انتدابات في كذا، وهذه أمور كلها محفزة بحمد الله لأنه الواحد يلتحق في البرامج الأخرى. هذا السؤال يا سعادة الدكتور يبدو أنه أشكل عليه أنه تربية بدنية ورياضة، فيسأل يقول الصورة مكشوفة الرأس أم لابس شمال؟ عادي ما تفهم مكشوف الرأس أو بالشمال. طيب أنا ما كنت بس السؤال هذا ولكن قلت يمكن عشان أنه تفضل يا شيخ. عليكم السلام. متى ما خلصت السنة التحضيرية وفتح القبول أو التحويل في الكلية بالمواعيد اللي تحددها الكلية، أهلا ومرحبا فيك. يعني في بداية الترم إذا كان في موعد للتحويل أو التخصيص في بداية الفصل أهلا وسهلا. ما هو أكيد طبعا، لأنه في مواعيد محددة من قبل الكلية للتحويل والتخصيص، لابد أن يتقدم الطلاب خلال هذه المواعيد. طبعا من الصعب أن تختبر كل طالب يجي يقدم عليه تختبره لوحده، لأنه في لجان اللجنة الواحدة مثلا اختبارات القدرات البدنية لا يقل أعضاء هيئة التدريس في اللجان عن 20 عضو هيئة التدريس، وبالتالي من الصعب أن يشكل لجنة من 20 عضو هيئة التدريس لاختبار طالب واحد. طيب على سبيل المثال إذا ما فتح انتظر السنة الجاية؟ نعم، إذا ما في تحويل أو تخصيص انتظر. سعادة الدكتور هو يمكن يقول في طلاب يدرسون صيفي، نعم، وهو يرغب في التحاق الكلية، هل عمادة القبول والتسجيل تدع فرصة للطلاب هؤلاء؟ يعني أنهم مثلا يقول الطالب أنا أبي أدخل الاختبار، مثلا أدخل الاختبار ولكني أنتظر، لأنه دائما عمادة القبول والتسجيل تضع مثلا عدد من المقاعد فرصة للطلاب الذين يريدون يلتحقون في هذه الكلية، فهذا المجال هل مفتوح في كليتكم؟ الطلاب اللي ياخذون تبقى عليهم القرارات ياخذوها في الفصل الصيفي، اذا دخل اختبار القدرات في الكليه واجتاز اختبار القدرات يرفع اسمه لعمليه القبول والتسجيل. اذا اجتاز الفصل الصيفي وكانت رغبته الكليه ودرجه تؤهله ممكن ينضم لزملائه في بدايه الفصل الدراسي. اذا الشرط الاهم انه يخضع لاختبارات قبول الكليه اثناء الاختبار. واضح سؤال؟ طيب هل هناك سؤال يا شباب؟ السلام عليكم. كم عدد 2.99 احتمال ينتهي تخصص راس ثاني بعد شهر 6؟ كيف؟ طيب احنا نسمح لكل الطلاب ان يدخلوا اختبار القدرات حتى لو كان معدل التراكمي عنده اقل من 3، لكن لما يجي الفرز بعد نهايه السنه التحضيريه احنا نرفع الدرجات لنا.
لكن نشترط على عمالة القبول والتسجيل أنه في النهاية بعد ما يساز الطلاب الفصل الدراسي الثاني في السنة التحضيرية أو نهاية السنة أنه الطلاب اللي يقبلون في الكلية لا تقل معدلاتهم عن 3. ممكن أنت تجيب عندي مثلاً 95% في اختبار القدرة، لكن ما تسأل الشرط الآخر اللي هو أنك تجيب 3 في السنة التحضيرية، ممكن تستبعد ويجي مكانك واحد آخر. إذا يا سعادة الدكتور تنصح الشباب اللي يرغبون في دخول الكلية أنهم كلهم يدخلون اختبار القدرة؟ أي نعم، بغض النظر الآن في اختبار القدرة اللي تقدمه الكلية خلال هذا الفصل الدراسي، بغض النظر عن معدلك التراكمي، من يرغب الالتحاق بالكلية يقدم اختبارات القدوم. ثم بعد ذلك بعد ما تفرز النتائج ترسل لعملة القبول والتسجيل، بعد كده الرغبات تصنف بناء على أولا معدل الطالب، ثانيا اجتياز القدرات اختبارات الكلية. في سؤال يا شباب؟ هل هناك سؤال؟ تفضل تعال. موعد ايش؟ الاختبارات تحدد لاحقا، لما تيجي بالكشف الطبي وتعبي الاستمارات حتستلم ورقه مكتوب فيها موعد الاختبار. اوكي، هل هناك سؤال؟ تفضل تعال عشان السؤال. سمعت اللي هو يسال عن نوعيه اختبار. بالنسبه لاختبار القدرات متنوع ما بين تمرينات سرعه قوة وتحمل، يعني فيها جري، فيها تمرينات للتعلم الحركي، قدرتك على التكلم، قدرتك على الرشاقة، قدرتك على السرعة وما إلى ذلك. طبعا لها درجات محددة، والدرجة المحددة هذه نسبة، مثلا إذا حصلت على كذا من كذا تجتاز، أقل من كذا ما تجتاز. هذه مراتب وظيفية، لا هو سلم وظيفي. سلم وظيفي يعني بمعنى انه والله انت عشان تترقم المرتبه السادسه مثلا الى السابعه مثلا يحتاج انك تمضي في الخدمه مثلا 4 سنوات، ولا بد الاداء الوظيفي عندك يكون كذا، يعني اشتراطات معينه لها. في سؤال يا دكتور؟ السلام عليكم. الكليه اللي جدت فيها وين مكانها؟ في الجامعه الرئيسيه ولا؟ اي نعم. الجامعه الرئيسيه؟ اي نعم، الكليه شفت الاستاد الرياضي ملعب كره القدم الجديد؟ هي مقابلته في الناحية الثانية. مكتوب عليها كلية علوم الرياضة والنشاط البدني، ورقم المبنى 69. السلام عليكم. السلام. هل يشمل اختبار الرياضة للاعبين النادي وليس اختبارات اللياقة؟ سبق اجبت عليه، قلت حتى لو كان طالب لاعب منتخب لابد ان يجتاز ويخضع لاختبارات اللياقة. اختبارات اللياقة والكشف الطبي. والكشف الطبي اعطيك مثال، في كثير من اللاعبين اللي يلعبون على مستوى الاندية يمكن لهم 10 سنوات ما يجروا كشف طبي، وبالتالي هذه مشكلة. السلام عليكم. معدل التراكم في نهاية السنة، السنة التحضيرية. هل هناك سؤال يا شباب؟ ليس سؤال؟ السلام عليكم. عليكم السلام. قسم التدريب الرياضي محدود برياضة واحدة وجميع الرياضات؟ لا، كل الرياضة. بعد كده انت تطلع مدرب في كل الرياضات، انت تاخذ مبادئ واساسيات في التدريب الرياضي بشكل عام لكل الالعاب. اذا بعدين التحقت بالدراسات العليا حتتخصص في رياضه معينه. اللي تختار. السلام عليكم يا شباب. طيب يا سعاده الدكتور، نريد بعض النصائح تقدمها لطلابك. والله أهم نصيحة للشباب اللي أنا أقدر أقدمها لكم الآن إنه نجتهد بقدر الإمكان إنها نخلص السنة التحضيرية بمعدل لائق الآن 3. ثاني شيء إنه نحافظ على وزننا بقدر ما نستطيع خلال هذه الفترة. الناس اللي يحسون إنه وزنهم زايد الآن يشتغل على نفسه الآن، باقي قدامنا 2 شهر، لأنه الطالب لو جاء بوزن زايد ما راح يقبل. فيعني النقطة الأخرى اللي أنا أبغى أنبه عليها
اللي هو أيام الاختبارات. أرجو من جميع أيضا زملاء الطلاب أن يحضروا دائما بالزي الرياضي الكامل. وهذه مشكلة دائما نقابلها، أنه يجي بغترة وثوبه ويقول والله أنا عشان أرجع مرة ثانية أروح مثلا حي من أحياء الرياض في الشرق ولا في الغرب وكذا، يبقى لي ساعتين أو ثلاثة يكون الاختبارات انتهت. فاختبارات اللياقة البدنية دائما لابد أن يكون لبس رياضي كامل. أضف إلى ذلك أنه ما تأكل وتجي قبل الاختبارات، لأنه كثير من يأكل وجبة دسمة ولا شيء ويجي أول ما يتعرض لأي اختبار بدني ولا شيء يستفرغ أو يحصل له أي مشكلة. فيعني هذه أهم الأشياء اللي احنا ننبه وأهيب أيضا بجميع الطلاب الراغبين للتقديم للكلية، أنه ما ينتظر حتى آخر أسبوع ويجي وبعدين يقول والله الكشف الطبي تأخر، والله صار لي كذا، والله ما عندي سيارة، والله صار لي مدري إيش سيارتي أخذوها مدري إيش. لا، أنا أقول الآن خلال الفصل الدراسي هذا فتحنا المجال لمدة شهرين من الآن، يعني من الأسبوع القادم إلى نهاية شهر 6 عندك مجال طويل جدا على أنك تقدم على الكلية. من يوم الأحد القادم يبدأ التقديم، أي وقت إلى نهاية الدوام، من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2 ظهرا. تقديم مقرر الكلية. سعادة الدكتور علي بن محمد جبالي، وأنتم وكيل كلية التربية بشؤون الأكاديمية، شكرا لكم على حضوركم وهذا العرض الجميل. وفي الختام نشكر لكم أنتم كذلك أعزائي الطلاب على حضوركم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شكرا لكم جميعا. يا أخواني ترى أنا موجود في مكتبي يوميا، اللي عنده استفسار واللي عنده أي مرحبا فيكم زي ما يقولوا، أي يوم تحبون ترغبون فيه زيارة الكلية ترى احنا في استقبالكم وصدورنا دائما مفتوحة لكم.